الدور ده الحاجة اللي هي أثرتني وحبيتها فيه قوي وحاولت ان انا اتحدى نفسي فيها، انها كانت جديدة بالنسبة لي اني امثل شخصية بكل ابعادها وزواياها وتكون واضحة ومقنعة وفي فترة زمنية قصيرة جدا لا تتعدى الدقايق. كانت شخصية صعبة بالنسبة لممثل جديد، كان المطلوب مني اني اشعر بدوري واحسه اكتر من اني اديه بانفعال. كان لازم ابان هادي واثق من نفسي رغم كل اللي بعانيه من توتر في مواجهة مجتمع بعيشه بيواجه تغيير شامل. كان عليا اتخاذ القرار اللي يحدد مصيره.